المطران المغيب الأنبا مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم متروبوليت حلب ورفيق دربه وشهادته المطران بولس يازجي الذين ضحوا ودفعوا عنا ولا زالوا يحملون جميع الوزنات الثقيلة وهم اليوم مقتطفين ومحتجزين ضد إرادتهم لأكثر من 6 سنوات عجاف وهذه التضحيات هنالك من لا يقدرها فنطلب منكم ونتوسل إليكم يا قداسة سيدنا البابا المعظم أن تتبنوا برحمتكم وإنسانيتكم وبثقلكم ومكانتكم كرئيس روحي وديني في الشرق والغرب قضيتهم والمطالبة الدائمة بتحريرهم وكأنهم أحبار أقباط اذكرنا واذكر جميع إخوتكم رؤساء وإكليروس والشعب بصلواتكم المقبولة أدامكم الله لنا بالعز والشرف راعيا حكيما وبشيرا ذخرا ونبراسا ودمتم بألف خير سيدي. وعن الشباب أبانوب ناسان هيقدم حتة زجل كده حلو هو من يعني لسه خبرة جديدة بس حابب من قلبه يقولها لقداسة البابا تعبيرا عن مشاعر الشباب. تعالى يا بني. بس أبدأ في الكلام كده بعد التحية والسلام شكرا. أحب أبدأ الكلام بعد التحية والسلام أحب أقول لك شرفتنا ونورتنا لما جيت في كنيستنا وزرتنا كده لما سمعنا الخبر فرحنا بيك وش القمر وكل شعب الكنيسة بسرعة قام وبدأ في ترتيب النظام والأمان وبدأنا في حفظ الألحان وبنكررها في الصبح وفي المنام والقرار بدأ في اختيار الترانيم والصوت كان بحماس وبقوة في وقت التمرين وقوة الصوت كان يصحي كل النايمين. أنا بدأت في تنسيق الكلمات عشان أوصل لك كده يعني شوية حاجات عشان أقول لك إن كنيستنا منورة بيك ورغمنا فرحانة برضو بيك ومهما في كلامي أزيد وعيد مش أقدر أوصل لك فرحتنا بيك. إحنا جايين لك من كل مكان عايزين نحكي لك قصة حياتنا ونقول لك كان يا مكان عايزين نعرفك أكتر وأكتر والسمع عليك عمرنا ما نبطل زي ما الطفل بيمسك في إيد أبوه كده ويحط إيديه في إيديه ويقعد يحكي له كل حاجة حصلت معاه مبقاش عايز يبطل خالص. احنا برضه عايزين نحكي لك قصه حياتنا عن كنيستنا اكتر واكتر اصل احنا كتير بوجودك فرحانين ولكن في نفس الوقت لانك تاني هتفارقنا زعلانين. لان وقوفك جنبينا وسؤالك علينا محتاجين احنا عارفين انك مش هتنسانا وزيارتك لينا ومجيئك لحد هنا دي بالنسبة لنا علامة. عايزينك تذكرنا في صلواتك ونكون سبب للفرحة في وقت أحزانك. عارف إني قلتها وهقولها التاني كمان شرفتنا ونورتنا إحنا كنا مستنيينك من زمان. أنت الراعي مبعوث من راعي الرعاة ماشي في البلاد بيطلع على القطيع وبينقذهم من الحياة. أنا معرفكش شخصيا بس شايف كله في عينيك شايف إيدينا في إيديك شايف جدية وحنية ومحبة كبيرة ليهم وليا شايف مرح وهزار
وشايف خفة تملى البحار، وشايف حكمة تساعد كل المحتار، شايف حضن مفتوح كل يوم ويشيل ألف، لأ مليون. أحب أختم كلامي بنفس التحية، ويبقى أنا كده كنت كل اللي ليا. شرفتنا ونورتنا، ما تغيبش تاني كتير عننا، وربنا يساعدك في زيارتك للكنايس تاني كتير وتفرحهم زي ما فرحتنا. عجبكم الشعر بتاعه؟ سقفته كويس؟ الحقيقة يعني فعلا ما فيش كلام نعبر بيه عن فرحتنا اللي احنا سرنا فيها النهاردة. لكن انا مش عايز اقول غير ان قداسة البابا جه في وقت يعلن فيه عن حقيقة شخصيته، وقت قوة قيامة المسيح وأفراح القيامة. سيدنا مر بأوقات كانت أصعب من الموت نفسه، لكن ما غلبهاش إلا بالمحبة زي المسيح ما عمل. سيدنا يسوع غلب كل الضيقات وكل المتاعب بحاجة واحدة، بمحبته اللي أعلنها على الصليب لما فتح أحضانه عشان يقبل الكل إليه. قداسة البابا تودروس عمل كده، ما عملش غير إنه فتح أحضانه يقبل الكل بمحبة، وشعاره فيها المحبة لا تسقط أبدا. وبالحب شفناه مرة تاني في عهدنا، حرك المقطم من مكانه وغير أوضاع كبيرة ما كناش نظن إنها تتغير ولا بعد 500 سنة تاني. قداسة البابا ربنا يديله العمر والصحة، ويديم علينا رعايته وحكمته اللي بيها أنقذ الكنيسة فعلا من مواقف كانت صعبة جدا. إن لم تكن حكمة البابا تودروس ومحبته التي لن تسقط ولا تسقط أبدا هي اللي أنقذت الكنيسة من الأوضاع الصعبة اللي كان فيها. بنشكره من كل قلبنا، ومش عارفين نعبر عن هذا الشكر، ومش عارفين نقول قد ايه فرحتنا يا سيدنا. يوم هيتكتب من نور في تاريخ الكنيسة الى ابد الابدين. الحديث بكلمة راعي الرعاة ونملأ قلوبنا واحنا مروحين لبيوتنا فرحانين بالكلام الروحي اللي ربنا هيدهن على لسان سيد. ايوه حبيبي اتفضل. هتعمل ايه؟ قصيده جديده؟ مش جديده يعني، ما دام جديده اقولها. واحدة بس ليها ألف معنى، وكل معنى فيها جديد. كلمة خلتني أجيلك، كلمة خلتني أجيلك نفسي أشوفك، كلمة بتخليك تدوب، كلمة بتحيي القلوب، كلمة بتخليك تدوب، كلمة بتحيي القلوب، كلمة بتخلي اللي بيكابر يسلم. كلمة هتخليني أعرف بالحنين والصبر أخطب بيها قلبك. كلمة تتحدى الظروف، كلمة ما تعرفش خوف، كلمة تتحدى الظروف، كلمة ما تعرفش خوف، كلمة من أربع حروف، كلمة بحبك. بحبك يا سيدنا، وكل الشعب الكنيسة بيحبك.
شكرا جزيلا. وللأسف أنا ما بعرفش أقول قصايد للأسف يعني. هي حد تاني عايز يقول حاجة؟ وأنا بحبك كمان. طيب أولا خريستوس أنستي، خريستوس أنستي، وثانيا أنا سعيد إن أنا أشوفكم. وإحنا كمان يا سيد. بس أنا سعيد أكتر. لا أنا أكتر. لا إحنا أكتر. لا 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 أنا اللي أكتر. آه آه أنت أسعد؟ اسمك أسعد؟ كويس. وطبعا أنا سعيد في صحيح يعني إن أنا أجي أزوركم وأشوفكم وأشوف الآباء الأحباء كلهم هنا، وطبعا فرحتنا كلنا بوجود المكان الجديد والكنيسة الجديدة، ويعيش أنبا ميشائيل وأبونا بولس وأبونا بطرس يعمروا مع لجنة الكنيسة ومع كل الخدام والخادمات وكل شعب الكنيسة. حاجة جميلة لأن الكنيسة للمستقبل، والمستقبل في أولادكم وبناتكم. أنا مبسوط إن احنا النهاردة يكون عيد تدشين الكنيسة، ودايما 12 مايو ده يجي في فترة الخمسين المقدسة، فبتبقى أيام فرح، ففرح فوق فرح، فرح القيامة وفرح تدشين كنيستكم الجميلة. الحاجة التالتة الاسم اللي شايلاه الكنيسة اسم عذراء الزيتون أو قديسة مريم العذراء، عذراء الزيتون، باعتبار إن مريم العذراء بتحب مصر خالص. وعايز أفكرك إن في القرن الأول جت في رحلة العائلة المقدسة لمصر، وفي القرن العاشر كانت هي الوسيلة لنقل جبل المقطم، وفي القرن العشرين جت وظهرت عندنا في الزيتون لمدة سنتين. فمصر لها مكانة كبيرة في قلب أمنا العذراء مريم، ولما كنيستكم تبقى على اسم العذراء شيء حلو خالص. بنسمي ولادنا أو بناتنا على الأصح بنسميهم تسميات العذراء بلغات كتيرة وكلها تسميات حلوة، سواء مريم أو مارية أو مريان أو أو أو، كل دي أسماء جميلة بتربطهم بحياة القداسة. أنا عايز أتكلم وياكم في كلمة قصيرة باعتبار أن النهاردة عيد الأم عندكم، مش كده برضو؟ احنا عيد الأم كان عندنا في 21 مارس، فعندكم عيد الأم النهاردة. كل أم وهي طيبة وكل أسرة وهي طيبة. وعايز أتكلم باعتباركم أو معظمكم أسر هنا، يعني أباء وأمهات وأولادكم وبناتكم، عايز أتكلم كلمة قصيرة، وبعد كده لو في مجال لأي أسئلة هتحب تسألها نسأل نجاوب عليها، وبعد كده أسلم عليكم واحد واحد. وفي حاجة تانية نتصور؟ مش متفقين على التصوير. نعم ما كانش في العقد. طيب صلوا وانتوا قاعدين كده ان نحطها في العقد. خلاص؟ نعم؟ كل أسرة؟ مش كل واحد يعني. مش كل واحد، كل أسرة. والأسر دي حسابها كام بقى؟ هنعمل حساب للتصوير. خلاص؟ طيب. أبونا يدفع الحساب يا سيدي. أبونا اللي يدفع، يا عيني عليك يا أبونا. كل حاجة على أبونا. أيوة. طيب. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقرأ وياكم، ركزوا وياي كده الدقايق اللي هنتكلم فيها. هقرأ وياكم جزء من رسالة كولوسي. كولوسي بلد في أوروبا وتقترب من منطقة اليونان، وكولوسي كان الناس اللي فيها بيتاجروا في القماش، وعلشان كده كانت الصناعة بتاعتهم صناعة النسيج. فلما جه بولس الرسول يكتب لهم رسالة كتب الرسالة وهو عارف المهنة بتاعتهم، بس بدل ما يلبسوا قماش قال لهم يلبسوا حاجة تانية. اسمعوا وياي في عدد 12 في الإصحاح الثالث بيقول: البسوا كمختاري الله القديسين
المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة، البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة الله، كلمة المسيح بغنى، يعني كلمة الإنجيل تسكن جواك، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاه عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا، لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فافعلوا، اعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم من الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به، وليس محاباة، نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. أمين. قديس بولس الرسول بيتكلم عن حياتنا في الأسرة، وبينصح أهل كولوسي وبينصحنا إن إحنا مش نلبس ملابسنا فقط، لكن نلبس ملابس روحية، ملابس روحية. تقولي هو في حاجة اسمها ملابس روحية؟ هو بولس الرسول بيعلمنا، فقال لنا إيه، خد بالك كده من التفصيل الجميل اللي قاله، قال كمختاري الله القديسين، ربنا مختارنا كلنا، البسوا أحشاء رأفات، يعني خليك حنين، خليك حنينة، ولطفا، اللطف في العلاقات ما بيننا، ما فيش كلمة ناشفة تطلع منك سواء في البيت أو خارج البيت، وتواضعا، التواضع اللطيف اللي علمنا به المسيح يوم خميس العهد لما غسل رجلين تلاميذه، ووداعة، الإنسان الوديع اللي قال عليها المسيح تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وطول أناه. خد بالك ملابسنا، بتلبس جاكيت أو بتلبسي فستان أو بلوزة أو كل ملابسنا ده هي، بس بيحولها لنا الفكر الروحي، لفكر روحي. وليه اختار موضوع الملابس؟ لأن الملابس دايما مرتبطة بالجسم، ملتصقة بينا، كل واحد لابس بحسب مقاسه. فبيقول خلي الصفات دي مرتبطة بيك، خليها لازقة فيك، خليها ماسكة فيك. محتملين بعضكم بعضا، تصور واحد لابس الاحتمال بيحتمل اللي حواليه، مسامحين بعضكم بعضا، في واحد قافل قلبه، واللي قافل قلبه ده ربنا هيسامحه ازاي. وبعدين يقول إن كان لأحد على أحد شكوى، شوف التعبير الجميل، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. اوعى تكون بتصلي أبانا الذي، اللي هي أبسط صلاة مسيحية، وبتقول فيها واغفر لنا ذنوبنا ها
كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الي. وتكونش بتطبق الكلام ده، مش بتطبق. المهم بعد ما قال الكلام ده راح قايل حكايه حلوه قوي، قال وعلى هذه جميعها البسوا المحبه التي هي رباط الكمال. يعني اخر حاجه بلبسها اذا كان جاكيت ولا اذا كان بلطو ولا اذا كانت بدله ولا اذا كان اي شيء، البسوا المحبه التي هي رباط الكمال. رباط الكمال، خليك شخص من الكاملين. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. الانسان اللي ماشي صح في بيته، في حياته، في شغله، في خدمته، في كنيسته، في مجتمعه اللي هو عايش فيه، الانسان اللي ماشي صح لازم يكون عنده كل هذه الملابس عشان حياته تبقى ماشيه صح. بس اخر حاجه بيلبسها هي المحبه. البسوا المحبه، خد بالك من التعبير الجميل ده، البسوا المحبه. خلي حياتك اليوميه جوه البيت وبره البيت، وانت بتتعامل ويا زوجتك، وانت بتتعاملي ويا زوجك، وانتوا بتتعاملوا ويا اولادكم وبناتكم، خلي معيار المحبه، معيار التعامل هو المحبه، هي المحبه. عشان كده انا عايز اشرح لك حاجه سهله تقدروا تطبقوها كلكم في كل بيت. ازاي المحبه في البيت تكون موجوده وناميه وحاضره، وبيتي كده فرحان، كلنا لابسين لبس المحبة اللي بيعلمنا بيه الإنجيل. هكلمك على ثلاث حاجات. أول حاجة إنك تكون موجودة جوه البيت هي تبادل عبارات المحبة اللي بتعبر عن افتخارك بكل أفراد البيت. افتخارك بأسرتك، بزوجتك، بابنك، ببنتك. افتخارك بزوجك، بابنك، ببنتك. ودايما الافتخار ده هو بياخد صورة من صور الحب اللي فيها تعبير جميل. احيانا احنا في وسط الشغل والزحمة والعمل ننسى ان انا اقول للطرف الاخر انا بحبك. دي كلمة لها السحر. كلمة حب بالعربي حرفين، مش كده؟ فاكرين العربي ولا نسيتوه؟ عارفين ألف ب؟ ولا أعمل درس بسرعة كده وأعلمه؟ عارفينها مش كده؟ كلمة حب حرفين، والحرفين دول اختصار كلمتين. الح يعني حياة، لايف، والب يعني بقاء. فبقاء الحياة هو بالحب. بس عايز اهمس في ودنك كده، مش المقصود بالحب الحب اللي بنشوفه في الافلام، ولا شايفة القمر يا يمين وهي ليلى هنا برضو؟ ايه ليلى دي؟ الحب اللي هو حب المسيح على الصليب، نحن نحبه لان هو احبنا اولا. علشان كده من فضلك خد من حب المسيح وقدم لكل أفراد البيت. خدي من حب المسيح. بولس الرسول له عبارة جميلة قوي، يقول محبة المسيح انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وأنا قاعد وياكم دلوقتي شايف الصليب الكبير اللي هناك ده، شفتوه وياي؟ أنا شايفه طبعاً، أنتوا عشان القعدة مش شايفينه. الصليب وعارفينه طبعاً. تصور واحد يقف تحت الصليب ويقول له يا رب حبك اللي على الصليب اللي اتصلبت علشاني، خلي الحب ده يجي يملأ قلبي، وهاخد منه من الرصيد ده وأحب كل أفراد البيت، زوجي وزوجتي وابني وبنتي وكل المجتمع بتاعي.
خلي بيتك كيان حب، خلي بيتك باستمرار فيه كيان الحب الجميل ده، حب ناحية ربنا. بيتنا بيطلع بيحب ربنا، وحب ناحية الناس كلها. انتوا فاكرين الام اللي كانت كلامها مش حلو وتكلم في بيتها وتجيب سيرة جارتها وتقول ان جارتها دي بوشين كويس، فابنها الصغير سمع الكلام مش عارف يعني ايه واحد بوشين، فجت في يوم جارتهم دي تزورهم، فهي قاعدة كده وهي مامته، فالواد عمال يلف حواليه يلف حواليه، فقالت له مالك يا حبيبي بتلف ايه؟ قال لها اصل ماما بتقول عليك بوشين، انا بدور على الوش التاني هو فين؟ افتكروا التربية دي تبقى صح؟ يبقى فيها محبة؟ ابدا خالص. نمسك سيرة الناس، ننقل اخبار، نقطع في فروة بعض، نعمل اخبار مش مظبوطة، نتخيل حاجات، كل ده بعيد عن المحبة. حب ربنا، حب الناس، قلبك منفتح للناس، وكمان كن بتحب نفسك. بس اوعى حد يفتكرها انانية. يحب نفسه يعني واحد يكون راضي عن نفسه. اصل في كتير في الناس ما يبقاش راضي عن وضعه، طول النهار والليل عمال يشكي، لا عاجبه ده ولا عاجبه دي ولا عاجبه اليوم ده ولا عاجبه اليوم ده، وطول حياته شكوى في شكوى في شكوى. عايزك تاخد بالك، اول حاجة في بيتي الحلو اللي بيقول عليه قديس بولس وعلى جميع هذه البسوا المحبة، ان يكون بيتك فيه محبة عاملة، محبة شغالة. وايه المعنى؟ ان يكون وياي موبايل لكن مش مشحون، زي قلته زي قلته بالظبط، لكن خلي المحبة بتاعتك شغالة. قول لنا بولس الرسول عبارة جميلة قوي، الإيمان العامل بالمحبة، ثلاث كلمات، الإيمان العامل بالمحبة، يعني الإيمان بتاعي أترجمه لمحبة. زي بالظبط أنا ما أعرفش ألماني فبتكلم عربي، وبيجي أبونا يقف جنبي ينقل كلامي العربي ينقله للعارفين باللغة الألمانية، بيترجمه. ترجم إيمانك بالمسيح ومحبتك اللي جواك، ترجمها العمل، عمل عمل محبة لكل أحد. يبقى نمرة واحد في البيت إن يكون عندنا دايما المحبة فاعلة. وعايز أقول لك يا بابا ويا ماما كلمة في ودنك، في آية كده في سفر الأمثال بتقول حاجة جميلة قوي، بتقول النفس الشبعانة، انتوا مش حافظينها؟ النفس الشبعانة تدوس العسل. طب شبعانة من ايه؟ من الأكل والشرب؟ شبعانة من شوية فلوس؟ شبعانة في ايه؟ شبعانة من الحب. يا بابا وماما أغلى حاجة تقدمها لابنك والبنتك هو انك تقدم حبك وعنايتك ورعايتك، اغلى شيء واغلى ميراث تسيبه لاولادك وبناتك انهم يطلعوا يحبوا بعض ويحبوا الناس ويحبوا ربنا، اغلى ميراث. النفس الشبعانة من الحب، من فضلكم عندكم ولاد وبنات وهيطلعوا أجيال، والكنيسة الكبيرة دي تبقى في يوم من الأيام نقول عليها صغيرة، خلي ابنك وبنتك يشبع من الحب. لما أخد ابني في حضني كده وطبطب عليه ده شبع من الحب، لما عاكس بنتي كده في شعرها شوية كده وطبطب عليها ده تعبير حب، لما أدلع ابني وبنتي بكلمة لطيفة ده تعبير حب. واخدين بالكم؟ اوعى تطلع منك كلمة تجرح ابنك ولا بنتك. مرة ماما عندها ابنها 12 سنة، 12 سنة ده يعني داخل على سن المراهقة،
سن المراهقة عند الصبيان الصوت بيتغير وبيبقى صوت ناشف شوية. فالواد واقف يغني، قالت له اسكت ده انت صوتك عامل زي صوت حاجة بتمشي على أربعة كويس. فالواد دخل اوضته عاد يفكر، هو انا ماما بتقول علي صوتي زي صوت كذا؟ ياه ده انا مش هتكلم بعد كده. الواد جت له عقدة نفسية، الواد ما عادش بيتكلم خالص، ما يتكلمش ابدا طول ما في حد قدامه. الولد كبر دخل الجامعة عنده خجل شديد ما يعرفش يتكلم قدام حد. في خادم كده مبروك شافه قال له تعالى حبيبي روح لدكتور، راح لدكتور وقعد وياه في العلاج مدة سنتين عشان يخرج من الأزمة دي بسبب كلمة قالتها ماما. خد بالك خد بالك، النفس الشبعانة من الحب، شبع ابنك حب وسيبه في المجتمع، ولا حاجة في المجتمع تأثر عليه ولا أي إغراء يأثر عليه، واللي أنت هتربيه فيه هيطلع فيه ويطلع زي الفل في المجتمع ويبقى شاب وشابة صحيح عايش في ألمانيا وفي المجتمع الألماني ناجح جدا، ناجح في حياته جدا وناجح في حياتها جدا، لكن عنده أصل شبعان. اوعى تنصرفوا وانتوا هنا عن ولادكم وبناتكم. أغلى حاجة أنا متأكد إن كلكم جيتوا ألمانيا عشان خاطر ولادكم، صح ولا غلط؟ طب اللي موافق على كلامي ده يرفع إيده. جينا عشان خاطر ولادنا، ها؟ طيب ما أنت جيت عشان لما يجيلك ولادك يجوا هنا؟ لا؟ كويس؟ في واحدة رفع إيديها الاتنين أهي. مش كده؟ هو كده. نمرة واحد، املأ بيتك من الحب. حاجة تانية، تاني حاجة جوه البيت تخلي البيت بيت حلو يكون فيه حوار كلام. احيان بيوت تبقى فيها نوع من الخرس الزوجي، لا هو بيتكلم ولا هي بتتكلم، ولا هي بتتكلم كتير شوية كويس. في ناس كده، خلي في حوار دايما او ما نسميه ديالوج بينك وبين كل افراد الاسرة، خلي في قنوات اتصال. في واحد لما تيجي تتحور وياه، بابا انا عايز اروح الرحلة دي، لا ما انتش رايح. ليه مش رايح؟ انا قلتها كلمة وخلاص وخلص الحوار. طب ده يحل ايه؟ وتهيألي المجتمع كمان هنا ما يقبلش كده. من فضلك خلي في حوار بينك وبين اولا زوجتك، لان ده تعبير عن الحب، ونمرة اتنين بينك وبين ابنك وبنتك باستمرار. واوعى تكشر ساعتها، او اوعى تتخانق، او اوعى الحوار يبقى فيه كلام صعب، او اوعى الحوار يبقى فيه عياط، او اوعى الحوار يبقى فيه صرصرة. عارفين الصرصرة؟ عارفينها؟ صرصرة بالسين ولا بالصاد؟ بالصاد. لا بالسه يا سيد. بالسين ولا بالصاد؟ بالسه. واضح انكم صحيين يعني، ما نسيتوش العربي كويس. حوار، حوار بناء، انت تستفيد والطرف الاخر يستفيد. والحوار على قاعدة الحب، احيان احنا نعتبر الحوار نوع من الخناق، كأني داخل معركة وعايز انا اغلب يا الطرف التاني يغلب. ما كانش كده ابدا. حتى في قاعدة بنجيب كده هو نوقفه هنا ونجيب هي نوقفها هنا، ونروح كاتبين رقم 7 بالعربي كويس. كده رقم 7 اهو شايفينه، وبقى حطيناه كده ما بينه، هو واقف هنا وهي واقفة هنا،
نقول له انت شايف ايه؟ يقول 7. وانت شايفة ايه؟ 8. مين الصح؟ مين الغلط؟ فيش حد. يعني احيان في المواقف نكون لنا رأيين بس الاتنين صح. طب ازاي الطرف اللي هنا يفهم اللي هنا؟ قل له من فضلك تعالى اقف هنا هتشوفها 8، من فضلك تعالي هنا هتشوفيها 7. خلي في حوار، حوار نفهم بعض. حتى في عبارة جميلة في الإنجيل قال كده: لغتك تظهرك، لغتك تبين انت مين، بتتكلم ازاي. ما تخليش في كلامك كلام الناشف او الكلام اللي هو يكون يجرح او الكلام اللي فيه نقد. انت دايما كده، انت دايما تعمل كده. مرة من المرات هو وهي اتجوزوا من 10 ايام، كويس، وبعدين جالها في يوم، لسه شابة صغيرة ما لسه ما تعلمتش الطبيخ قوي، فطبخت كده يعني اكتر حاجة تعرف تعملها تسلق بيضة مثلا، كويس. وبعدين في يوم جالها جوزها لسه متجوزين 10 ايام وقال لها: عندي خبر. قلت له: خير؟ قال لها: 10 من اصحابي انا عزمتهم في البيت. هي ساعة ما سمعت كده قلبها وقع في رجليه. قالت له: طب هنعمل ايه؟ قال لها: بقى حضرينا مايدة جميلة كده وسفرة جميلة افتخر بيها قدام اصحابي. يعني احتاست البنت، جابت الرز وجابت البطاطس وجابت اللحمة وجابت السلطة، والحقيقة كانت النتيجة ان الرز اتحرق شوية واللحمة مستوتش خالص والبطاطس طلعت ملحها كتير. وعملت المايدة وهي بترتعش، وجه جوزها وجم اصحابه والعشرة وقدمت لهم المايدة وهي في حالة من الاضطراب الشديد. كلوا بالسلامة وبالهنا والشفاء وخرجوا، مستنية بقى جوزها يقول لها ايه، يعمل ايه، يعمل ايه. يرجعها بيتها. انت قلبك حلو قوي. يرجعها بيتها. المهم، نعم، لا مفيش كده خالص. المهم هو ما اتكلمش، فالستات شطار يحبوا يستفزوا زوجها عشان تعرف رأيه. فرحت قايلة له ايه؟ احنا بعد كده ما نعزمش حد. رد عليها وقال لها: ليه؟ قالت له: يعني يمكن المايدة ما تكونش عجبتهم او ما عجبتكش. قال لها: ابدا، هو صحيح الرز كان محروق شوية واللحمة مش مستوية خالص والبطاطس ملحها زيادة، لكن على فكرة انت عملتي سلطة الله ينور عليك. بتسقفوا لمين؟ لهو؟ فين الراجل ده؟ في الكتب قدامي. ايه بقى الحكاية؟ لا انا هقول لكم، خدوا بالكم ان هو كان واحد واعي فعلا. دي بقى لها 10 ايام متجوزة، ويعني هي احنا هنعمل العزومة دي وخلاص، ده دي مرة وهتيجي بعد كده مرات ومرات وبكرة تتعلم. فهو محبش يكسر بنفسه. اتخيلوا بقى لو مسكها وقال لها: انت فضحتيني، انت خليتي رقبتي زي السمسمة، هو ده اسمه كلام؟ هو ده اسمه جواز؟ وعمل خناقة كبيرة. يا احباء، احفظ سلامة بيتك، احفظ سلامة بيتك وخليك حكيم. انا ممكن اجي او اوصفك وصف اقول لك انت كالاسد. الوصف ده حلو ولا وحش؟
لما أقول كالأسد بقصد إيه؟ نقطة واحدة من الأسد، الشجاعة. لكن ما أقصدش مثلا لا سمح الله إن أنت حيوان أو إنك مفترس أو إنك بتعيش في الغابة، ما أقصدش كل ده. نقطة، ابحث عن نقط تشجع بيها الطرف الآخر، ابحثي عن نقط. يعني من عيوب بعض الأخوات إنهم دايما تعاتب جزء، دايما تعاتب جزء، تكون النتيجة إيه؟ إن هو يزعل ويتضايق. أما الست الشاطرة تشجع، والراجل الشاطر يشجع، نشجع ولادنا، نشجع بناتنا، نشجع بعض. تاني حاجة جوه بيتك الناجح، أول حاجة وجود حياة الحب، والحاجة التانية وجود الحوار المتواصل. وزي ما قلت لك النفس الشبعانة بتدوس العسل، والحوار ده الحوار يصون الحب، الحوار يصون الحب. وعايز أقول لكم إن المرأة بصفة عامة ربنا عطيها طلاقة في الكلام، حب تتكلم كتير، مش حاجة وحشة. عشان كده مثلا بتنفع في أعمال الترجمة، مثلا الترجمة الفورية. الراجل من طبيعته كلامه قليل، كلامه قليل، فممكن يحكي حكاية كبيرة في سطر واحد، تقوم حضرتك مخك يشتغل تقولي بس ده مخبي علي حاجة، ده ما قالش كل الحقيقة. بس هو طبيعة الراجل ان كلامه قليل. وتيجي المرأة بتتكلم، والكلام ده حاجة حلوة، بتتكلم كتير حاجة كويسة، بس اوعى في يوم من الايام وهي بتتكلم وعمالة تحكي لك وانت يعني مصدع شوية، تروح قايل لها فلانة انا تعبان ارجوكي هاتي من الاخر. عارفين هاتي من الاخر دي؟ اهدي تعتبر صدمة. هو يعني احنا نصلي لك ان ربنا يدي لك طولة البال وتقعد تسمع الحكاية للاخر، علشان تبقى حضرتك، لانك لو كسرت الحكاية دي هي بتتعب. من الحاجات الغريبة اللي تعرفوها ان الستات يحلموا اكتر من الرجال، والستات يحلموا احلام مسلسلة، الحلقة الاولى والتانية والتالتة والرابعة. والرجالة ما يحلموش احلام مسلسلة، الحلم ينسوه على طول لو حلموا. الستات تفتكر الاحلام، واحلام الستات دايما ملونة، احلام الرجالة ابيض واسود، واحيانا بتبقى اسود بس. وكمان الرجالة ما يفتكروش الحلم اللي سمعوه او شافوه، الست تفتكر الحلم، والحلم الحلقة التانية، وتفتكر اللي بتاع السنة اللي فاتت. ليه؟ عشان ربنا بيعوضها في فترة النوم انها تتكلم تعيش. ليه؟ لان القاعدة ان المرأة لا تستطيع ان تصمت 3 ساعات، يعني بعد 3 ساعات لازم تتكلم. الراجل ممكن يقعد ساكت لمدة 3 شهور وما يحسش بنقص. انا بقول الحاجات دي ليه؟ بقولها علشان نبقى فاهمين بعض اكتر. لو حكى حكاية صغيرة مش معناها انه مخبي حاجة، لو حكت حكاية بتفاصيل كتيرة دي طبيعة المرأة انها تاخد بالها من التفاصيل. خلي بيتك فيه حوار دائم، وخليه حوار حلو زي ما انا بعمل وياكم دلوقتي كده، بنتحاور ويا بعض بنتكلم، بيكون حوار لطيف مفهوش صدمات. اول حاجة حب، تاني حاجة حوار، تالت حاجة واخر حاجة ان بيتك يكون فيه حرية، حرية بس حرية محسوبة. الحرية شيء حلو كلنا بنحبه، والحرية قانونها شيء مهم جدا، لا يتسلط علي شيء، لا شخص ولا شيء ولا عادة
ولا فكرة، لا يتسلط علي حاجة بالمرة خالص. الحرية عاملة زي نهر النيل عندنا في مصر وزي نهر الراين عندكم هنا، له ضفتين، ضفة اسمها الوصية الإلهية اللي هو الإنجيل، والضفة الثانية اسمها القانون الاجتماعي، قانون المكان اللي أنا عايش فيه. الوصية الإنجيلية والقانون الاجتماعي، لو أنا شلت الوصية وشلت القانون الاجتماعي ما بقاش نهر، بقى مستنقع، ما بقاش فيه شكل النهر، ويبقى راحت قيمة النهر قدام الإنسان. الحرية، الحرية حرية منضبطة controlled، مش حرية سايبة خالص. في يوم ماما خدت بنتها اللي عمرها 14-15 سنة عشان تشتري لها فستان، فقالت لها يا ماما يلا نشتري فستان للعيد، فراحت تشتري الفستان، فوقفت قدام فستانين احمر واخضر، لا ايه رأيك يا ماما اخد الاحمر ولا اخد الاخضر؟ قالت لها يا حبيبتي الاحمر عليك هيبقى جميل خالص. راحت البنت قايله لها اهو انت كده يا ماما دايما تختاري الحاجة اللي مش حلوة بالنسبة لي. واشتروا اللي اشتروا. في العيد اللي بعديه راحوا يشتروا فستان، فجه قدامهم فستان ازرق وفستان اصفر، فالبنت بتسأل مامتها يا ماما اخد الازرق ولا اخد الاصفر؟ فماما مقروسة من المرة اللي فاتت، فراحت قايله لها اختاري يا حبيبتي اللي انت عايزاه. راحت ردت عليها البنت وقالت لها اهو انت كده يا ماما كل ما عوزك ما لقاكيش جنبي. يا عيني على ماما دي، مش كده برضو؟ التعامل مع اولادنا وبناتنا عايز مهارة، عايز شطارة. ده انت بابا وانت ماما ربنا خلاكم وعطاكم النعمة دي عشان تكبر شوية بشوية وتفهم ابنك وتفهمي بنتك. شيء مهم جدا ان احنا نفهم عالم ولادنا، وابني اللي عمال يكبر قدامي وبنتي اللي عمالة تكبر قدامي وافرح بيهم يوم ورا يوم وسنة ورا سنة، ما هدي حلاوة الحياة. بس الشطارة انك ابنك وبنتك ينمو في حرية، في حرية. حرية مش معناها يبعد عن ربنا ولا هيبعد عن المبادئ ولا الأخلاق ولا الكنيسة، لكن ينمو بشخصيته. كلمة تربية يعني تحفظ شخصية ابنك وشخصية بنتك. مثلا يجي أب وأم انت لازم تدرس كذا، وفضلوا يزنوا عليه عشان يدرس كذا، ما عادش ينفع الكلام ده خالص. يختار اللي هو عايزه ويختار المكان اللي عايز يعيش فيه. المهم ان انا ازرع فيه وهو صغير علاقته القوية بربنا ونفسه الشبعانة بالحب، بعد كده يبقى في اي مكان هيبقى ناجح. خلي بيتك فيه حرية، الحرية تدعم الحب. غياب الحرية البيت المقفل واللي دايما قاسي واللي بيتكرر فيه كلمة لأ. أنا مرة من المرات سألت مجموعة ولاد وبنات في سن ثانوي، كل واحد يقول لي علاقته بماما في كلمة، فواحد وقف قال لي ماما دي صاحبتي، وقفت بنت قالت ماما دي سري وياها، وبعدين وقفت بنت قالت لي ايه ماما دي فرساني. واخدين بالكم من الكلمة؟ طبعا مش عربي دي، باين ماما فرساني، لان ماما مش عاجبها اي حاجة في شخصية بنتها، دايما تنتقدها. الانتقاد ده بيهدم الشخصية، يطلع ولد وبنت مهزوز الشخصية. انتبهوا انتبهوا. وانا احبكم تقروا في الإنجيل كتير، بالذات في الرسائل، عشان تستلهموا مبادئ حلوة لتربية ولادكم وبناتكم.
النهاردة عيد الأم، كل سنة وانتوا طيبين وكل أسرة وهي بخير. ربنا يحفظ أمهاتنا. وأنا حفظتكم الصبح ترنيمة صغيرة كده، فاكرينها؟ أنا ليا إيه؟ أنا ليا تلاتة أم. أقولها لكم وبعدين تقولوها بقى أنتوا مرة كده. أنا ليا تلاتة أم، أنا عايش من بركتهم. أنا ليا تلاتة أم، أنا عايش من بركتهم. أم العذراء، أم الكنيسة، وماما صاحبة عيد الأم. أم العذراء، أم الكنيسة، وماما صاحبة عيد الأم. سهلة؟ يلا قولوا واشوف هتاخدوا كام على عشر. أنا ليا أم العذراء، أم الكنيسة، وماما صاحبة عيد الأم. أم العذراء، أم الكنيسة، وماما صاحبة عيد الأم. تاخدوا خمسة على عشر. ها مرة تانية جاي سبعة عشر على عشر. أنا ليا ثلاثة أم، أنا عايش من بركتهم. أنا ليا ثلاثة أم، أنا عايش من بركتهم. أم العذراء، أم الكنيسة، وماما صاحبة عيد الأم. أم العذراء، أم الكنيسة، وماما صاحبة عيد الأم. عايزين نتيجة؟ لا مش عشرة، لا 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 أخدعك وأقول لك عشرة، يعني سبعة ونص كده. بس حفظتوها ولا هنسنسوها؟ عشان اسمعها لكم المره الجايه. خلاص حد يحب يسالني اي سؤال شافه وكده؟ ها لما خلص المره الاولانيه نبقى نشوف المره الثانيه. ها اتفضل. حلو خالص. ما تروح ما انا رحت، انا رحت السنه اللي فاتت. خلاص رجعت بيرجع الانسان باحساس عالي قوي. طب ده حاجه جميل. يعني شعور غريب. لا في يعني مواضع مقدسه كنت فيها. طب دي حاجه يعني جميل. يعني ده كل واحد بيروح ولا هي بتخص مثلا انسان غير التاني؟ الاحساس ده بيجي لكل اللي بيروح الرحلات؟ طبعا طبعا كل اللي بيروح الاماكن ده. حبيت بس اقول احساسي اللي انا شعرته في الرحله. احساس جميل زياره المواضع المقدسه. فين اتفضل يا سيدنا. كنت عايزه اسال سؤال. كان في العهد القديم في سفر عذراء تقريبا بيقول ان الستات بتوع الرجاله بتوع اورشليم خدوا نساء غريبات وخلفوا منهم، وبعد كده لما جه عذراء عشان يبني السور بتاع اورشليم وقعدوا اشتكوا له، طلب من الناس اللي هم جوزوا ستات اجنبيات ان هم يمشوا ومعاهم عيالهم، الستات تمشي والعيال يمشوا والرجاله هي اللي تفضل في اورشليم. انا صعبان عليا الولاد اللي هم مشيوا دول، يعني ذنبهم ايه الولاد ان هم اهاليهم اتجوزوا بعض واتخلفوا وهم ما كانش لهم اراده ان هم يجوا وبعد كده مشيوا وسابوهم يمشوا ويروحوا الامم وفضلوا الرجاله في اورشليم. ما يصعبش عليكي غالي. لا صعب عليا بجد. ما انا قلت لك ما يصعبش عليكي غالي. واحد بعد سؤال بيقول هل في امل ان يكون هناك تعاون اكثر بين الكنائس، الكنيسه الارثوذكسيه والكنائس الاخرى، هل تعاون اكثر مع الكنائس الارثوذكسيه الاخرى خصوصا في المهجر؟ الكنائس الارثوذكسيه في كل مكان بتحاولوا انه يبقى في تعاون من خلال الاباء وفي علاقات مشتركه. يعني من شهرين ثلاثه كان بيزورنا في مصر بطرك الكنيسه السوريانيه
ماري إفرام وقضى ويانا 3 أيام حلوين خالص، وحضر ويانا اجتماع شباب كبير، حضر فيه 3-4 آلاف شاب وشابة. وفي المحليات زي ما كان هنا أبونا صمويل حاضر ويانا موجود وقال كلمة طيبة اللي ذكرها. العلاقات قائمة ما بين الكنائس الأرثوذكسية، في بعض الدول بيجمعوا الأسقفة الأرثوذكس من الكنائس الشرقية القديمة وعملوا اجتماعات مشتركة باستمرار وخدمات مشتركة، واعتقد ان في تعاون مستمر. احنا شخصيا في مصر في علاقة مستمرة ما بين الاباء البطاركة في الكنائس السوريانية والأرمنية والإثيوبية والإريترية، في تعاون مشترك باستمرار نتمنى انه يزيد اكتر واكتر. ده سؤال. في سؤال تاني واحد بيسأل بيقول ما معنى الافتقاد؟ الافتقاد يعني ان الاب الكاهن او الخادم او الخادمة او اسرة تفتقد اسرة. زيارة تعبير عن المحبة وتعبير عن الاهتمام والرعاية. فلما انا افتقد ابني يبقى انا مهتم بيه وبوصل له رسالة محبة. بعض الكنائس عاملة الاسر الكبيرة كبيرة في السن هي تقوم بافتقاد الاسر الصغيرة، فبرضو ده بيسموها لجنة افتقاد. دي اسر في افتقاد مدارس الاحد، في افتقاد للشباب او للشابات، افتقاد للاسر الحديثة، ابونا يزور الاسرة الحديثة لانها لسه بتتكون وبتحتاج دايما رعاية ومشورة. فالافتقاد هو تعبير عن المحبة وتعبير عن الرعاية وتعبير عن الاهتمام. سؤال تاني، هل في نية لتوحيد اعياد القيامة مع باقي الطوائف؟ احنا بنحاول وعملنا بحث في الموضوع ده ورسلنا بيه كنايس العالم وبنحاول، لكن لغاية النهاردة مفيش نتيجة يعني محددة نكون وصلنا لها. ان نتفق على معاد واحد لعيد القيامة، لكن عيد القيامة مشكلته سهلة شوية، ان احنا كل 4 سنين بنعيد ويا بعض. في الكريسماس ده له تقويم وده له تقويم، ولغاية النهاردة مش قادرين نوصل لصورة. في كنائس رافضة وفي كنائس غيرت مواعيدها وفي كنائس عدلت، لكن لغاية النهاردة مفيش شيء محدد ممكن اقوله لحضراتكم. صلوا من اجل موضوع الاعياد، انا عارف انه يعامل مشكلة هنا عندكم موضوع الاعياد بصفة عامة في المهجر، وعندنا في لجنة في المجمع المقدس بتدرس الحاجات دهيت، و ما وصلناش لحاجة نهائية يعني ممكن اخبركم بيها. واحد بعد سؤال. نعم ناحية مين التاني؟ أمبي بفاني نفسه. طبعا يعني أنبا بشوي متنيح أنبا بشوي كان ماسك عدة مسؤوليات، فيعني مثلا كان ماسك لجنة الحوار بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية، دلوقتي ماسكها أنبا كيرولوس الأسقف العام في لوس أنجلوس. مثلا كان هو ممثلنا في مجلس كنائس العالمي، فبقى دلوقتي في أسقف تاني اسمه أنبا إبراهام هو اللي ماسك في مجلس كنائس العالمي. مثلا
كان في حوار مع الكنيسة الروسية، فدلوقتي نيافة المطران أنبس رابيون، وهكذا. مثلا في حوار مع الكنيسة الأنجليكانية Church of England، بقى المسؤول دلوقتي عليه أنبا أنجيلوس في لندن، أسقف لندن، وهكذا. ففي كل حاجة أدينا بنشتغل فيها. واحد بعد سؤال: كيف أرس الحياة الأبدية في نقاط أستطيع تنفيذها؟ أول حاجة ما يبقى لكش أي تعلق بأي شيء، يعني قلبك ما يكونش رايح لأي حاجة على الأرض، نمرة واحد. نمرة اتنين: يكون لك محبة فياضة مع كل إنسان. نمرة ثلاثة: أن يكون لك خدمة بتخدمها، والخدمة ده هي أنت بتقدمها لكل أحد بقلب منفتح. نمرة أربعة: يكون لك باستمرار علاقة روحية بربنا من خلال القراءات في الكتاب المقدس، من خلال الصلوات الكتيرة اللي موجودة في الكنيسة، من خلال الأسرار السرين اللي بنمارسهم باستمرار، التناول والاعتراف. ودايما في حياتك اشتياق انك تكون ويا ربنا، خلي ده باستمرار يكون حاضر في ذهنك على الدوام. واحد تاني بيقول: انا تكلمت كتير مع ربنا بدموع حتى وانا في عمق الخطية لكي ينقذني ويغيرني، واشتاق كثيرا لحياة جديدة، فكيف اعرف صوت ربنا واشعر بالتغيير؟ بص، من فضلك يا صاحب السؤال، إن كنت صادق مع نفسك عيش التوبة بكل نقاوة. لما هتعيش التوبة وقلبك يبقى نقي، هتلاقي ربنا يشعرك بكل شيء. بس عيش وكون صادق في إن قلبك يكون نقي، قلبك يكون نظيف، ومفيش أي سواد الخطية جواه، وربنا يساعدك هيكشف لك في الوقت المناسب، ما تقلقش. برضو واحد بيتكلم عن كيف أرس السماء: ايه رأي قدسك في عدد الناس المطلقين في أوروبا؟ انا ما اعرفش العدد ايه، بس رأيي في الطلاق انه حاجة مش كويسة. برضو واحد بيتكلم عن توحيد الأعياد، لسه ما فيش نتيجة معينة. برضو واحد بيقول: هل ممكن نقدم عيد الميلاد من 7 يناير ل 24 ولا 25؟ يعني ما فيش حاجة في الأمور ده هي خدنا فيها قرار، لكن في دراسات كتيرة في كل حاجة. واحد بيقول لي: ما تغيبش عننا يا سيدنا، وزورنا كتير وافتقدنا. حاضر. هل الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية متحدين في كل في بعض مع بعض في كل حاجة في أسرار الكنيسة السبعة؟ للأسف لا. احنا لغاية النهاردة ما بيننا بقالنا 15 سنة لجنة حوار لاهوتي ما بين الكنيستين، بتجتمع في الأسبوع الأخير من شهر يناير. احنا بنبعت وفد، والكنيسة الكاثوليكية بتعمل وفد، ومرة بنتقابل في الفاتيكان، ومرة بنتقابل في كنيسة من الكنائس الشقيقة عندنا. من سنتين كان عندنا في القاهرة في أجندة حوار، بندرس نقط، لكن لغاية النهاردة ما وصلناش لنتيجة نهائية ممكن نعلنها. طبعا الكنيسة الكاثوليكية كنيسة رسولية، عندهم أسرار، وعندهم كهنوت، وعندهم أصوام، صح في اختلاف، لكن ما تنسوش ان في إنجيل واحد، وفي مسيح واحد، وفي اشتياق الى ملكوت واحد. فصلوا باستمرار زي ما بنصلي في صلواتنا ونقول: لنصل الى اتحاد الإيمان. الوحدة هي وحدة في اتحاد الإيمان.
لكن ما بيننا علاقات محبة وعلاقات تعاون وعلاقات زيارات وكل حاجة، ده كله قائم وموجود وبنشجعه باستمرار. واحد ملحد سألني سؤال، هل تزوج أبناء آدم وحواء؟ ما هم اللي كانوا موجودين في الزمن ده، كويس؟ فتزوج رجال الله من بنات الناس في الأول، طبعا قبل ما تبقى في شريعة وقبل ما يبقى في وصايا وقبل ما يبقى في حاجة من هذا القبيل. من أولاد الناس؟ ازاي يا سيدنا اقف ما بين المحبة الغير مشروطة اللي ربنا عايزها مننا، ما بين كرامتي اللي بتتهان وانا بتعامل ويا الناس؟ ربنا يحفظ كرامتك، وطول ما انت انسان بتتعامل بالمحبة هتلاقي كل احد يحترمك جدا، وهتلاقي كرامتك محفوظة باستمرار. واحد بيقول لي ليه يا سيدنا في لقائك مع ميركل اخر مرة قلت ان المسيحيين بيعيشوا احلى عصرهم؟ دي اشاعة عندكم في المانيا، ما حصلش ان الكلام ده طلع مني. انا مالي والجرايد يعني سليمة 100%؟ ما حصلش الكلام ده خالص. واحد كده طلع اشاعة عليا انا ان انا قلت احلى عصر، هذه الاربع كلمات لم تخرج من فمي. لما يكون ابني في الامتحان جاب 2/10 والامتحان اللي بعديه جاب 3/10، ده معناه ايه؟ انه ايه بيتحسن. اهو ده اللي انا بقوله علينا، الوضع في مصر بيتحسن. ما قلتش انه ازهى عصور ولا احلى عصور ولا اجمل عصور خالص. وارجوكم ما تصدقوش كل كلمة بتتقال، ويعني اظن انا واعي، ولما بقول كلمة بحسبها بألف حساب قبل ما اقول، لان عارف كلمتي تأثيرها ايه. واخدين بالكم؟ فما انا مش بالسذاجة دي ان انا اقول حاجة بالشكل ده. اين تذهب ارواح المنتقلين؟ ارواح المنتقلين بتذهب الى اماكن الانتظار، في مكانين للانتظار، مكان اسمه الفردوس ومكان اسمه الجحيم. مكان الفردوس تنتظر فيه نفوس الابرار، والجحيم نفوس الاشرار. في اليوم الاخير يوم الدينونة وبعد الدينونة العامة ارواح الابرار تذهب الى الملكوت، وارواح الاشرار تذهب الى جهنم. واضح؟ عملية سهلة خالص. في طفلة عمرها 9 سنين بتسأل ليه ال 12 تلميذ كانوا أولاد مش بنات؟ سؤال أظن مشهور عندكم هنا، مش كده برضو؟ حقوق الإنسان، مش كده برضو؟ ربنا لما خلقنا ولاد وبنات عمل لكل واحد فينا عمل، ولكل واحد مسؤولية، ولكل واحد دور. برغم ان كان في امنا العذراء مريم القديسة العظيمة، لكن ما كانتش تلميذة للمسيح، مش كده؟ كان دورها انها تبقى ام، دورها تبقى هي اللي تجيب المسيح، ده دورها، مش كده؟ واحد فيكم بقى، واحد من الرجاله يقول وشمعنا العذراء مريم؟ كنت عايز راجل هو اللي يجيب المسيح، ينفع؟ لا طبعا. ففي ادوار. المسيح لما اختار 12 اختارهم من المجتمع اللي كان موجودين عشان يقوموا بدور معين، والدور ده سواء دور الخدمه او الكرازه او العمل في الكنيسه، مش معناه ان دور البنت ملوش لازمه ابدا، ده البنت لها ادوار كتيرة جوه الكنيسة. حتى لما شفتوا امبارح الكورال اللي كان موجود كان فيه ولاد،
كان في ايه؟ ثلاثة أربعة. معظمه بنات. طب وخرس الشمامسة؟ كله أولاد. وهكذا تتكامل الكنيسة. وأدوار كثيرة، يعني مثلا دور التمريض بتنجح فيه البنت أكتر من الولد، مش كده برضو؟ دور الضيافة تنجح فيه البنت أكتر من الولد. أدوار مثلا دور العسكرية والحاجة اللي فيها يعني الهارد باور وهكذا، ده تكامل، تكامل ما بيننا، وده اللي بيجمل الحياة. هو لما ولد يطلع متربي في وسط شوية بنات نقول على الواد ده ايه؟ بنوتة. ولما بنت تطلع في وسط صبيان فلانة دي مش سرجلة، لا انا عايز الولد ولد والبنت بنت، الولد يقوم بدوره والبنت تقوم بدورها. من ساعة ما جينا ألمانيا أغلب الشعب انفصل، الزوج أو الزوجة، أغلب الشعب. فأنت نظرتك، والكهنة بتوافق بسرعة على الانفصال، حرام عليك يا راجل يا طيب. احنا عندنا مجالس إكليريكية، كان قبل كده عندنا مجلس واحد في أي مشكلة أسرية، دلوقتي بقى عندنا 6 مجالس، 3 في مصر في القاهرة واسكندرية وبحري والصعيد، وعندنا 3 خارج مصر، 1 في أمريكا 1 في أوروبا 1 لآسيا وأستراليا. المجالس ده هي بتدرس الحالات، وكل مجلس فيه 5 أعضاء، أسقف و2 كهنة وطبيبة ومحامي، وأي حالة بتتقدم بتدرس، درس من ناحية الكنسية الأب الأسقف والكهنة، من ناحية الطبية طبيب أو الطبيبة، ومن ناحية القانونية المحامي. تدرس دراسة كويسة ونشوف في ضوء كده إيه اللي ممكن يتم. فحكاية الانفصال ده أكتر حاجة تحافظ على الكنيسة، مش انفصال كده على طول، ده غلط. لكن كل حالة بتاخد دراسة كافية جدا علشان نوصل في الآخر لقناعة ضميرية الحالة ده هي نتعامل وياها ازاي. والزواج زي ما انتوا عارفين، عشان يبقى عندكم فكرة، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، وما جمعها الله لا يفرقوا إنسان. ما جمعها الله اللي هو الكنيسة، الكنيسة بتمثل الله، ولا يفرقوا إنسان بالإرادة المنفردة، يعني جيش واحد يقول لواحدة أنت طالق كده، ما فيش الكلام ده عندنا، خدتوا بالكم؟ وحفظ كيان الأسرة ده من أهم الأولويات في أي كنيسة. ده يوم ما بيتجوزوا بنبقى فرحانين، وابونا الاسقف ممكن يحضر والاباء الكهنه يحضروا ونعمل اكلي وعندنا فرح. عشان كده اولادكم وبناتكم لازم يختاروا بعنايه شديده، لان اخطر قرار في حياه الانسان هو قرار الزواج، لانه يستمر الى نهايه الحياه. بعض الأطفال يعني في القداسات بيعملوا دوشة، لازم ناخد بالنا، وما يبقاش الأم اللي وياها طفل يعني كثير الحركة قاعدة قدام، ممكن تبقى قاعدة ورا علشان لو الطفل احتاج حاجة وخرجت بيه ما تعملش أي شوشرة. برضو حفظ وقار وهدوء الكنيسة شيء مهم قوي. إيه دور الكنيسة في مواجهة الإلحاد؟ الموجود بين الشباب، وهل يتعارض العلم مع الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس كتاب خلاص، ولا يتعارض مع أي حد، مع أي حاجة. العلم له نظريات، وكلمة نظرية يعني ممكن تتغير، تطلع نظرية تقعد 20 سنة 30 سنة وتتغير. أظن فيكم لدرس
الفيزيكس والكيمستري والحاجات دي كلها، عارف النظريات دي بتتغير. ده في حاجات انا درستها في الكليه لما باجي اقابل طلبه بيدرسوا حاجه في الكليه، الحكايه دي خلاص خلصت ما عادش موجوده. العلم بيتغير. الكتاب المقدس ثابت. الالحاد موجه في العالم، وموجه الالحاد جايه من نقص المحبه. الانسان الملحد معناه انسان مش شبعان بالمحبه، مش بيعش لا في بيته ولا في كنيسته ولا في مدرسته ولا في الجامعه بتاعته ولا في اصحابه، مش بيعش. عشان كده من فضلكم وباهتمام شديد شبعوا ولادكم من المحبه اليوميه. كل يوم اقعد كده، يا ترى ابني شبع من المحبه النهارده ولا لا؟ يا ترى انا خدت بالي منه ولا لا؟ يا ترى انا احتضنته جيدا ولا لا؟ طبعا في مناهج ضد الالحاد، وفي شروحات كتيره، وفي برامج عندنا متسجله في التلفزيون عن الالحاد، في محاضرات كتيره، في سيديهات، في فلاشات، يعني موضوع الالحاد واخد دراسات كبيره، وفي كتب طبعا. في طفله بتسال ليه الكنيسة مهمة قوي كده؟ الكنيسة مهمة لأنها عاملة زي المركب اللي ماشي في المية. لو المركب ده هيت وأنا جوه المركب محفوظ من الغرق، والمركب تمشي في البحر وتمشي في المحيط. فالكنيسة عاملة زي المركب، سفينة النجاة، هي اللي بتساعدنا علشان نقدر نوصل للسماء، يبقى أنا نصيب في السماء. من غير كنيسة ما يبقاش في سماء. فوصلنا في السماء مرتبط بحياتنا في الكنيسة. لو في حد من مزعلني قوي قوي وبيتكلم عليا وحش مع الناس، انا مش عارف اعمل معاه ايه، وبحاول اسامحه بس مش قادر، اصلي له صليله ان ربنا يهدي. وجرب كده، طب جرب انك تصلي فترة قصيرة من اجله ان ربنا يهدي، وان ربنا يملأ قلبه سلام، وان يخلي لسانه منضبط، هتلاقي فيه نتيجة حلوة خالص. ايه بيكون رد فعلك لما بتحدث هجمات على كنايسنا في مصر؟ عايزني اعمل ايه يا صاحب السؤال؟ لو شجاع اقف عشان اناقشك. واضح ان مفيش شجاعة، مش كده؟ نعم، سؤال غريب. على الأقل إيه؟ يستنكر أو أنت اللي كاتب السؤال؟ ما أنت عشان بتجاوب أهو. طب وقف بقى، وقف. إيه بقى اللي بتقوله؟ في ظل الظروف اللي بتعيشها مثلا كمثال المنيا والهجمات دي، فقدسك كرئيس للكنيسة وكل الأقباط بيشوفوا قداستك ان انت رأس الكنيسة، فعايزين حد يهتموا بيه. طب هو مش عرفك ان انا كل اللي بعمله؟ انا ما كتبتش السؤال، بس انا بتكلم. لا، ما برد على اجابتك. مش عرفك ان انا ما بقاليش دور، بس مش بعلن عنه. كويس؟ لا استنى بس هكمل لك يا حبيبي، عشان في ناس من المنيا، من المنيا يرفعوا ايديهم كده، البلد كلها. كلكم من المانيا. المانيا مش المنيا. بصوا، بعض المشكلات اللي حصلت في المنيا الصغيره دهيت طبعا مشكلات خطيره خالص. في تواصل مع الاب الاسقف هناك وباستمرار، ومتفقين لو في بيان او في حاجة متفقين انه يطلع من المنيا. ده اتفاق بيني وبينه،
واخد بالك؟ اما في حاجة تطلع من الميل لان هو الاضرب الاحداث اللي حواليه. لكن احنا لنا اتصالاتنا مع الامن، مع الداخلية، مع المسؤولين، مع الحكم المحلي، لنا اتصالات. بس مش كل حاجة انا بعملها مفروض اقولها. تفضل. رغم ان زيادة عدد الاقباط في المانيا وزيادة عدد الكنائس والاديورة، ولكن ما زالت الحكومة الالمانية لا تعتبر الكنيسة القبطية كنيسة. عشان العدد بتاعكم قليل، ما انا سألت السؤال ده الصبح. فقالوا لي العدد بتاعكم هنا قليل، يعني في النمسا عدد كبير بالنسبة للسكان لكن هنا قليل. في لبنان مثلا معترف بالكنيسة القبطية كطائفة من الطوائف الرسمية، لبنان وفي النمسا، لكن هي لسه العدد قليل يعني. بس يعني الأديان الأخرى موزة بس هي مرتبطة بالعدد. لكن ربما لو كل الأرثوذكس هنا ويا بعض ربما تجيب نتيجة. في حد بعت يعني حاجات خاصة؟ كيف يتم تحضير إنسان لا ديني وقد آمن بالمسيحية ويريد أن يتم تعميده؟ هيقابل ويا الآباء ويشوف إيه ظروفه إيه وإيه الحاجة اللي ممكن يقراها عشان يبتدي يعرف ربنا. وممكن بعد فترة ممكن ينال المعمودية لو كانت الأمور ماشية كويس. كيف نسامح الآخرين؟ لما يكون في قلبك طاقة حب هتقدر تسامح الآخرين. واحد بيقول الأسرة اللي جاية من مصر تهتم جدا بتقدم أبنائها في اللغة الألمانية وتهمل عمدا تعليمهم اللغة العربية. اللغة العربية مهمة جدا، ولازم تعرفوا ان اللغة العربية احد اللغات اللي حل بيها الروح القدس يوم 50. كانش في ألماني ساعتها، واخدين بالكم؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللغة العربية اللي بنتكلم بيها في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط أحد اللغات الكبيرة في العالم، أحد أكبر ست لغات. وعشان كده كل مطبوعات الأمم المتحدة بتطبع بالست لغات دول. والفاتيكان مثلا ككنيسة كاثوليكية عندكم في أوروبا كل مطبوعاته لازم تطبع بالست لغات. فاللغة العربية، ثم أن اللغة العربية تساعدك على فهم حاجات كتيرة، تفهم المجتمع اللي نشأت فيه، وممكن تفيدك في الخدمة. أنا متذكر بنت كانت دخلت كلية الهندسة في أمريكا وهي أصلا مصرية، وبعدين لقوها شاطرة قوي، فلما تخرجت عينوها مديرة شركة مانتراك. عارفين مانتراك؟ في منطقة الجلف اللي هي منطقة الخليج. ليه؟ لأنها تعرف اللغتين العربي والإنجليزي. فالعربي لغة مهمة جدا جدا جدا. آخر حاجة، واحد بيقول لي في فتور روحي بيحصل هنا في الغربة، يمكن عشان بنبعد عن الكنيسة أو بنبقى مشغولين بحاجات كتيرة. لكن أنت ممكن تحافظ على حياتك الروحية بدوام وجودك في الكنيسة وارتباطك بيها. واحد بعد بيقول لي إن والد صاحبه مريض خالص، ومن فضلك صلي له، وكاتب أصل السؤال بالإنجليزي يعني، ومن فضلك صلي له. حاضر، وكاتب اسمه كمان هنا عشان نصلي له. حاضر. آخر سؤال، مش سؤال بقى، هو حاجة بيقول ممكن تقول كلمة لأمهاتهم مش موجودة. طبعا الأم لما بتسيب الأرض وبتروح السماء ما بيقفش رعايتها للأسرة،
وباستمرار بيبقى لها صلوات من أجل الأسرة. وإحنا بنؤمن إن في علاقة ما بين الكنيستين، كنيسة الأرضية كنيسة السماوية، كنيسة السماوية منتصرة والكنيسة الأرضية مجاهدة، واللي بنحبهم مش بيموتوا لأنهم عايشين في قلبنا. يعني أنا بحب أمي، أمي رحلت وسابت الأرض بقت في السماء، مش معناها أنها نسيتها أو معناها أنها خلاص أو معنى أن الموضوع ما فكرش فيه أبدا، لأنها عايشة جوه قلبي، فباستمرار أنا فاكرها وباستمرار بطلب صلواتها وهي باستمرار بتصلي من أجل. فكل إنسان فقد أمه أو الأب هي وهو بيصلوا من أجلنا، والأسرة بتبقى دايما تحت رعايتها من خلال الصلاة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يحافظ عليكم ونشوفكم بخير باستمرار. خللني يا سيدنا بعد إذن قداستك ولاد كنيسة الست العذراء بدوسلدورف، عارفين ان قداستك بقبوة وبحب، بنشكرك كتير خالص خالص على الوقت اللي اديتهولنا وانك باركتنا، وعايزين يدوا لقداستك رمز صغير بيقول احنا بنحبك يا سيدنا. في فريق كرة كم واحد؟ ما هو الفريق دايما 11. تفضلوا لأباء الأسقفة. تفضل يا سيدنا الأنبا أباكير، سيدنا الأنبا بافلوس، سيدنا أنبا ميشائيل، حاضر ونبعتها للأنبا أرساني سيدنا، حاضر، وأنبا بطرس، حاضر، موجودين يا سيدنا، موجودين، حاضر. يلا تفضل يلا تفضل بيتر باسيليوس بيتر أندرو عماد أندرو بيتر برسوم عماد بشرة فيليب حبيب فيليب عماد بيتر الاريون مارك ميز مارك مينا توماس كرولوس توماس أنتوني يوسف
لو سمحتوا علشان الوقت يبقى بسرعة شوي كويس، عشان انا عندي اجتماع تاني، فمن فضلكم احنا هنصلي دلوقتي وبعدين ييجوا الرجال وييجوا الستات يمشوا على طول، هوزع الهدية عليكم على طول الصفين كده، بس وسع علينا السكة لو سمحت. هنمشي على طول خلاص، مش صور تعطلنا، خد صور على طول واديها له. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا. محبه الله الاب ونعمه الابن وحيد شركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.